السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي نموذج أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي، كتبت مالت نص السنة تقريبا 4 أسئلة. هذا عيني راح أقراها وأحلها. السؤال الأول: سين بسج القطعة هذه المرئية من داخل الكتاب. Read the passage and answer yes or no for the sentences. هذه القطعة، جاوب بيس or no. Hello, I'm Yusuf. I'm 9. Hello, I am Yusuf. I am 9. يقول hello, أني يوسف وعمري 9 سنوات. I am tall for my age. يعني طويل بالنسبة لعمري، يعني هو طويل بالنسبة لعمره. I am in grade 4، وهو بالصف الرابع الابتدائي. I live with my mom, dad and my sister، وأنا أعيش مع أمي وأبي وأختي sister. Lina she's 8. Lina هي 8 سنوات. هنا 3 أسئلة بجواب yes or no. يوسف is 8. احنا ايش قلنا؟ مو يوسف is 9؟ عيني هذه اذا no. لو هنا كان يعني 9 خليت yes، بس هذه 8 وباعوا هذه 9. No. يوسف in grade 4. Yes. يوسف in grade 4. يوسف هو بصف الرابع الابتدائي، هاي صح صف الرابع الابتدائي نخليه yes. لينا is 9. No. خلينا نشوف لينا، مو قلنا 8؟ هاي 8 باعوا هاي 9، اذا نخلي no. هذه القطعة، هاي السؤال الاول. السؤال الثاني grammar يعني القواعد. choose the correct answer. ريبار نمبر 1. ريبار از ذس اتس ليناز هوز لهو، يعني هو يقول لمن هذا الريبار المساحة، عودة لمن؟ لينا يعني هذه، هوز نخلي. لو كان هنا شخص مثلا بيرسون خلينا هاو، اذا هوز هنا نخلي هوز يعني عودة لمن هذه. تو هي ا بيوبول is لو ار، ما دام عندي هي الهي وشي وات ناخذ للاز الفعل المساعد، واي الام والذي والوي واليو ناخذ ار. لو كان هنا ذي وي ويو خلينا ار، بس ما دام عندي هي نخلي از يعني للمفرد. اي جو تو سكول فوت باي لو اون، يقول انا ذاهب للمدرسه فوت هذه يعني على الاقدام، مشيا على اقدام. شو نخلي؟ باي بواسطه، باي نخلي هذه. فور از نور، نور از 9. يقول هي نور ما دام عندي عمر شو نخلي؟ هاو اولد، هاو اولد از نور، هاو اولد لو هاو ماني، هاو اولد للعمر. هاي السؤال الثاني اي، السؤال الثاني فرع بي. read and match A to B، list A و list B يعني توصيل. هنا what is your name، what is your name يعني ما اسمك، شو نخلي؟ I'm 9. لو my name is علي، لو it's April نخلي B. فهنا نخلي حرف البي، شنو هي البي؟ ياتها هذه B، يعني قل له أنا اسمي علي. How old are you؟ How old are you؟ كم عمرك؟ مو هنا عندي I'm 9، شو نخلي؟ هذه A هنا يصير. بقت عندي What month it is؟ شنو الشهر؟ It's April، هذا نخلي معه هذا C. عيني هاي السؤال الثاني فرع B. بقت لي هذا السؤال الأخير، سؤال الثالث وسؤال الرابع. الثالث read and write the numbers، اقرأ واكتب الأرقام، هذه الأرقام يعني أعطتكم إياها صف رابع الابتدائي من الأول من الرقم الواحد للخمسين، أعطتكم 21 21 هاي 21،
49 49 30 30 و 11 11. المهم تحفظون الأرقام من الواحد كتابة مع الرقم للخمسين. السؤال الأخير عندنا هذا التنقيط، يقول أعد كتابة، هي يجيب لكم واحد بس أنا جبت لكم نموذجين اثنين. Where are you from؟ Where are you from؟ دائما التنقيط الكلمة الأولى الحرف الأول كابتل لتر، يعني سويه هيك كبير، أنزل الآر ماكو، واليو أنزلها، والفروم ماكو، وخلي علامة الاستفهام يعني كابتل لتر، وهنا علامة الاستفهام. إذا بادية بسؤال نخلي علامة استفهام، وإذا بادية يعني بدون سؤال نخلي علامة نقطة. Iraq is a big country. Iraq أول حرف من أول حرف هنا كابتل لتر، و is a big country هذه الكونتري أهم أول حرف للقطر، ونخلي نقطة لأن هنا بادية بجواب. هاي عيني نموذج أسئلة لغة إنجليزية للصف الرابع الابتدائي، وكل التوفيق يا ربي.